السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هو فيديو مختلف شوية، لان انا حابب اشارك معاكم حاجة انا عملتها. فيديو النهاردة هيبقى عن الورقة دي، او بلاش نقول عليها ورقة، خلينا مثلا نقول اللوحة الفنية دي، لان زي ما انتم شايفين يعني فيها تفاصيل كتير جدا، وزي ما انتم شايفين برضو اخدت وقت كتير جدا. اهي اللوحة اهي. الله، حلوة قوي دي. حلوة. اسمها ايه؟ انبعاث الوجدان. انبعاث الوجدان. فعلا الوجدان منبعث اتنين. الكتلة في الفراغ. كتلة في الفراغ. كتلة في الفراغ. ربنا يوفق جميع. طيب، قبل ما انت تتريق عليا، او قبل ما انت بتقول ايه الهبل ده، خليني مثلا اقول لك ان الورقة اللي قدامك دي عملت التصميم اللي موجود قدامك على الشاشة دلوقتي. عرفت بقى ان هي فعلا لوحة فنية زي ما انا قلت لك. خلاص خلينا ننسى دي دلوقتي اهي، ونتقابل بعد الانترو. طيب ليه اصلا انا عملت سكتش للتصميم اللي موجود ده؟ وهل المفروض ان انا اعمل سكتش قبل اي تصميم انا بعمله ولا لا؟ تعالى كده مبدئيا خالص، انت المفروض كمصمم اول حاجه بتعملها لما تطلب منك تاسك او حاجه وتقرا البريف بتاع التاسك اللي انت هتعمله، فبتبدا تعمل تغذيه بصريه عن الموضوع. بعد كده بتبدا يجمع لك فكره معينه في دماغك، بتبدا تطبقها. في نوع من المصممين هو خلاص الفكره في دماغه، وهو عارف هو هيشتغل على ايه، او هيبدا يدور على صور ايه، وده بيجي غالبا عن طريق الخبره وان هو اشتغل كتير، فخلاص هو عارف هو هيشتغل في ايه. وفي نوع تاني من المصممين هو اوريدي عمل تغذيه بصريه بس مش عارف يبدا منين، فبيفتح مواقع التصميم وبيبدا يسرش عن الاستوكات اللي هيستخدمها، والاستوك الحلو اللي يقابله بيبدا يحمله ويبدا يشتغل على الموضوع. وده طبعا بيضيع وقت كتير جدا، ويضيع مجهود كتير على ما توصل للفكرة اللي في دماغك. التاسك اللي طلب مني ده كان ابليكيشن موبايل بيخلص الشغل اللي هو التراخيص الجمركية ونقل البضائع واللوجيستيك والحاجات دي كلها. فبدأت ان انا اعمل سكتش للفكرة اللي موجودة قدامكم دي، وبدأت اكتب العناصر اللي انا هستخدمها في التصميم. فبدأت اكتب ان انا محتاج العربية اللوري او التراك الصغير اللي هو بينقل البضائع ده، والموبايل عشان نأكد فكرة ان هو موبايل ابليكيشن، والكون او المثلث بتاع المرور ده برضو بدأت استخدمه، وشخص معين بينقل بضائع اللي هو بيبقى ماشي في المينا ده. دي كانت العناصر انا كتبتها، وبدأت ان انا ارسم السكتش اللي موجود قدامكم على الشاشة دلوقتي. بعد كده بدأت في عملية التنفيذ. فتحت فريبيك عادي جدا، بدأت ادور على الصور اللي انا هستخدمها، فلقيت ان هو البتاع اللي بيشيل البضائع ده اسمه فورك ليفت، وعملت من الفلتر هنا خليت فوتوز عشان ما يجيبليش فيكتورز، وبدأت ادور على الصورة المناسبة، فحسيت ان الصورة دي مناسبة فبدأت اعمل لها داونلود، وفتحت شاتر ستوك وكتبت ديليفري مان، وبدأت برضو ادور على صورة مناسبة لحد ما لقيت الشخص ده كان مناسب معايا. طيب لو انا عايز اجيب بقى باقي الصور للشخص ده، يعني انا هاخد اول الاسم اللي هو ديليفري كونسبت ده، وهفتح البيج بتاعت المصور نفسه، وهعمل سيرش بس في البيج بتاع المصور مش في شطر العام، بقى يجيب لي كل الصور اللي خاصة بالموضوع ده. هبدأ ان انا ادور على الصورة المعينة المناسبة بالنسبة لي، فانا لقيت الصورة دي مناسبة للفكرة اللي انا في دماغي والسكتش اللي انا عملته، فبدأت ان انا احمل. بعد كده فتحت برضو فريبك وبدأت اكتب تراك، وبرضو عامل فلتر فوتو، وادور على حاجة مناسبة للسكتش اللي انا عملته او للفكرة اللي في دماغي، لحد ما لقيت الصورة دي هي برضو الصورة المناسبة اللي دماغي، فعملت لها داونلود. فتحت عندي مساحة التصميم اللي انا هشتغل عليه، وبعد كده سحبت الخلفية اللي انا هستخدمها في التصميم عندي، حطيتها في المساحة بالشكل ده، وعملتها ابيض واسود. من كنترول يو خليت الساتيوريشن سالب 100. بعد كده اخترت اللي هو اللون اللي انا عايزه يبقى لون التصميم، وليكن اللون الازرق او السماوي ده، وعملته في لون الباك جراوند، واخترت دي اغير في المود بتاعها لحد ما اوصل اللي انا عايزه، وليكن مثلا اوفرلاي كده مناسب. هبدأ بعد كده اظبط الكيرفز بتاعتها، هسحبها مثلا كده اغمقها شوية
لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عاوزها. بعد كده هسحب ده عندي انا قصيته بالشكل ده عشان اوفر الوقت في الوقت الفيديو. اخد بعد كده الليارين دول هسحبهم. طيب هتسحب الابيض ده ليه؟ هقولك دلوقتي. هاخدهم احطهم بالشكل ده. هعمل بعد كده الجزء الابيض ده مالتي بلاي، فهالصورة هتاخد معايا نفس الشادو بتاع الصورة الطبيعية. هختار اللير دي، هبدأ اشيل الجزء الزيادة الابيض ده بالماجيك عادي لان في كونتراست عادي، فمش هيضطر ان هو يمسح معايا اجزاء من الصورة. همسح كل الابيض ده كده، امسح الابيض تمام. ودي عندي اللير بتاع الشادو. هبدأ ان انا بالاستيكة الناعمة هشيل الحواف اللي هي على الجزء اليمين ده بالشكل ده. طيب انا في السكتش عندي عامل ان انا هحط موبايل هنا، اخدت صورة الموبايل ده، مسحت اللير اللي خاص بالشادو ومسحت اللير الخاص بالباك جراوند ده بالمناسبة موكب. بعد كده هاخد الصورة دي هسحبها في التصميم بتاعي بالشكل ده. وهعمل كنترول اس او سيف، فلقاها نزلت عندي في الموبايل. هاخدها بعد كده اسحبها في التصميم بتاعي وهعمل لها روتيت وهنزلها على السنان بتاع التراك ده بالشكل ده. هلاقي في جزء من اللير بتاع الشادو عامل هنا فرق، فهشيله بالشكل ده. طيب بعد كده عندي الصورة بتاع الراجل، انا سايب برضو الجزء بتاع الشادو اهو، بس انا مسحت اللي هي حتة الشعر اللي ورا دي، بس مش مستاهل اخد الشادو، خلينا نعمله احنا. هسحب الجزء الصورة بتاعت او اللير بتاع الراجل ده احطها هنا بالشكل ده، اخليها اول لير وهعكسها هوريزنتال بحيث يبقى عندي بالشكل ده. خدت بعد كده الكون او المثلث بتاع المرور ده، بدأت برضو ان انا احطه وسبت اللير بتاع الشادو. هعملها اللير اللي هي البيضة دي هعملها مالتي بلاي فتنزل معايا بالشادو بتاعها. وقلت ان انا احط عربية جوه الموبايل في الجزء اللي هنا ده. بدأت اسحب اللير بتاع العربية برضو بالباك جراوند وصغرتهم وحطتهم على الارضية هنا. بعد كده خليت اللير البيضة برضو مالتي بلاي بالشكل ده. هبدأ اقص اشيل الزيادات بتاع اللير دي من هنا ومن هنا بالشكل ده. كذلك برضو الجزء الخاص بالكون ده في عند شادو كده هشيله. طيب خليني اخفي الراجل، عايز اخلي التراك ده اخلي الالوان كلها مثلا درجة الاورنج دي، فهعمل كنترول يو وابدأ اغير في الهيوج. مش هتفرق معايا لان انا باقي الليير عندي كلها اسود، فغيرها من هنا بدل ما اعمل سيليكشن على الجزء ده واغير لونه لوحده. طب العربية برضو محتاج ان انا اخليها نفس الدرجة تقريبا كده. خليني اصفر الكون ده حاجة بسيطة واقلل الساتوريشن بتاعه شوية بالشكل ده كده. لحد الالوان الى حد ما بدأت تظبط. هظهر الليل بتاع الراجل اللي عندي دي، خليني اقفل اللير دي وخليني اكبر الايتمز اللي عندي كلها شوية بالشكل ده. بعد كده لقيت الجزء اللي عندي في التصميم هنا حاسس ان هو فاضي، فحملت الصورة بتاع الكون ده او اللي هو بتاع الونش ده، واخدت الجزء اللي هو اللي فوق ده خليته اكنه ماسك الموبايل او الموبايل نازل منه زي ما احنا هنشوف دلوقتي. فرغ طبعا الابيض اللي موجود عندي ده، خلينا امسح الجزء بتاع الحديدة ده انا مش محتاجه خالص. صغر البراش، اعلي الهاردنس، وامسح الزيادات البيضة دي.
ويخلوه لي مثلا بالشكل ده. هنزله تحت اللاير بتاع الموبايل الجزء الشمال ده عندي تمام. امسح الابيض ده. هبدأ بعد كده اقص الجزء اليمين ده لانه نازل قوي الجزء الشمال معلش. وهعمل له قط وبعد كده هاخده اعمل له روتيت معايا يجيب الجنب التاني من الموبايل بالشكل ده. بس لازم مراعاة ان دي تبقى على نفس المستوى بتاع ده لانها مكمل عليها من تحت كده مناسب تمام. بعد كده هبدأ برضو اغير اللون بتاع ده خليه درجة اورنج شوية عشان الالوان كلها تبقى ماتشنج مع بعضها بالشكل ده. طيب كده ما فضلش عندي غير ان انا اعمل الشادو بتاع الراجل ده. فهعمل إليبس لونها اسود او دايرة تحت الكوتش بتاعه ويعمل لها رسترايز وهفتح بلور جيسين بلور وهفتح بلور وموشن بلور وليكن كده. همسح الجزء اللي ورا ده والكوتش التاني هيبقى مرمي تحته شادو خفيف جدا نتيجة بس تلامس الكوتش مع الارض لان الرجل دي محطوطة على الارض انما الرجل التانية مرفوعة لان خطواته او ان هو بيمشي. عندي كده كمان محتاج ان هي تصغر من هنا بالشكل ده حاجة خفيفة قوي نتيجة تلامس بس مع الارض. بعد كده هعمل برش على الخلفية هختار درجة لون الخلفية وهختار درجة افتح وهعمل برش كبيرة كده في نص التصميم. خليني اخليها ابيض واقلل الاوباستي بتاعها شوية وعلى الارضية نفس الموضوع. تديني بعد للخلفية كده. بعد كده الجزء بتاع الراجل ده حاسس ان هبدأ ان انا اظبط الالوان بتاعته شوية من الليفلز مثلا. وليكن كده اظبط برضو الكالر بالانس بتاعه شوية ممكن ادي درجة ازرق خفيف كده. خليني اقفل الليرات اللي فوق دي خلاص مش محتاجها. فاضل عندي التكست بس احطه في الجزء اللي هو عندي على الشمال ده.
فانا كنت محمل فايل تكست 3 دي من فريبك كاتب تكست افكت وكنت مختار الشكل ده. هغير فيه, انا هكتب مثلا السلوجان اللي هو the right kind of logistics, فهكتب كلمة logistics. هي اللي بالستايل ده. بعد كده هعمل ميرج للليرات دي كلها عشان الملفات دي بتبقى مساحتها كبيرة جدا, وهحطها عندي هنا. في الجزء اللي على الشمال ده زي ما انتم شايفين, وهكتب the right kind of بفونت عادي the right kind of, وهخليها بزاوية دوران شوية. بعد كده هحمل البوتوم او الليبل اللي هو خاص بالداونلود بتاع الابليكيشن ده من هنا, موجودين على جوجل عادي جدا, وهخليهم سكرين او لايتن, هخليهم لايتن افضل. بعد كده ممكن انا اعمل حواليهم شيب ازود الدوران بتاعه واخلي الفيل زيرو. بعد كده افتح الخصائص واعمل استروك باللون الابيض. واكرره هنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية التصميم. ده كان شرح التصميم اللي موجود قدامنا من A to Z, وازاي ان انا ابدأ اعمل سكتش وطلع الفكرة اللي في دماغي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل دروسنا اول باول, وسلام.